قبل لا نبتدي بشرح الكود الخاص في الديمو، فخلينا في الأساس نعرف بعض الأمور الأساسية الخاصة في فلتر، يعني كيف يعمل عندك فلتر في الأساس، على ماذا يعتمد. طيب نأخذ مثلا، عندنا فد مثال بسيط جدا، عندنا تطبيق application يكون عندك بهذا الشكل. أوكي، بكل بساطة هذا التطبيق إحنا لما نيجي نقسمه يعني كفكرة عامة لأي شخص، يمكن يقول إنه أوكي أنا عندي application. أوكي، يمكن إنه نقسمه كالآتي: في البداية إيش عندي؟ عندي application، التطبيق الخاص فيه، ثم بعد ذلك هذا يمكن يحتوي لك على هيدر، أوكي، الرئيس، وثم بعد ذلك البودي الخاص في التطبيق، والعناصر اللي هو مثلا عندنا هنا أنا إيش عندنا عنصر تكست. فلو تلاحظ انه انا ايش عندي، عندي تقسيم كل عنصر يحتوي داخله عنصر واحد او اكثر او هكذا، يعني عندي من الاعلى انتقل من الاعلى الى الاسفل، وكل ما انتقلت الى الاسفل يمكن انه ذات العنصر نفسه يحتوي لك على عنصر، يعني كأنما عندك ايش، كأنما عندك شجره، يعني يمكن هذا الكلام نمثله على شكل تري. وطبعا هو هذا النظام ستراكشر، هذا النظام او اللي يعتمد عليه فلتر في الاساس. طيب إذا نقدر نقول إنه الابليكيشن مالتنا نسميه الروت، يعني يسمونه هنا في فلتر يسمونه عندك الروت، ثم بعد ذلك عندك الروت يحتوي لك على أكثر من بيج، يعني أنا عندي ابليكيشن التطبيق الخاص فيه يحتوي لي على أكثر من بيج، أكيد صفحة مثلا لتسجيل الدخول، صفحة الرئيسية، صفحة مبيعات، صفحة وهكذا. إذا عندي أكثر من بيج، مثلا الآن عندي بيج واحدة، هذه البيج راح تحتوي لك على عدة عناصر، من ضمنها مثلا تحتوي لك على الاب بار اللي هو الهيدر اللي شفناه سابقا اللي هذا الموجود عندك في الاعلى، ويحتوي لك على عناصر اخرى مثلا عندك تكست. الان انا طبعا حتى اقوم بتقسيم هذه العناصر داخل البيج فلابد اقوم بوضعها داخل حاويات، يعني هنالك حاويات، قسم خاص في الحاويات او عناصر خاصة في الحاويات. فمن هذه الحاويات ايش يسمونها؟ يسمونها سكافولد. السكافولد تقوم ببناء او بتضمين العناصر، مثلا تقوم بتضمين لك الاب بار في الاعلى والتكس او العناصر الاخرى بعد الاب بار. اذا هكذا راح يكون عندك ترتيب العناصر، هذه كفكرة عامة كيف راح يشتغل عندك فلتر. يعني احنا راح نلقي كومبوننت خاص في البيج، اوكي، نعطيه الخصائص الخاص فيه، ثم بعد ذلك ننتقل نلقي عنصر اسمه سكافولد، ايضا راح نبدي بانشائه، وداخله راح نعطي تكست، وهكذا تستمر عندك العمليه. اذا مثل ما تلاحظ انه عندك نظام نظام تصميم مشابه الى التري ستراكشر داتا اللي في هياكل البيانات تقريبا، وراح نشوفه في التطبيق العملي كيف راح نبدي نستفاد من جميع هذه العناصر.